بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فان التفقه في دين الله من اعظم القرب التي يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل وان معرفه احكام الشريعه ايضا مما يجعل الانسان يعبد الله عز وجل على علم وبصيره فانه لا يستوي من يعبد الله على علم وبرهان ممن يعبده على جهل وضلال وان كون الانسان يراعي في الاحكام الشرعيه المواسم الشرعيه والمناسبات التي تهم الناس هذا يكون سببا لقبول الناس لهذا العلم لان نفوسهم تكون متشوفه ومتشوقه ومتطلعه لمعرفه احكام هذه المناسبه وقد كان من داب اهل العلم قديما وحديثا انهم يستغلون اوقات المناسبات بالكلام على الاحكام المتعلقه بهذه المناسبه فاذا جاء وقت الصيام صيام رمضان تكلموا على ما يتعلق بالزكاه والصيام واذا جاء زمن الحج تكلموا على ما يتعلق بالحج واذا جاء زمن الشتاء تكلموا على الاحكام المتعلقه بالشتاء ومن ذلك هذا الموضوع الذي نريد ان نتكلم عليه في هذه الليله وهو احكام المسح على الخفين والجمع بين الصلاتين نظرا لدعاء الحاجه اليهما لان كثيرا من الناس يجهل كثيرا من الاحكام المتعلقه بالمسح على الخفين والاحكام المتعلقه بالجمع بين الصلاتين وسنذكر ان شاء الله تعالى ما يتعلق بالموضوعين على وجه مختصر فأقول وبالله أقول وفي الله أقول المراد بالخفين ما يلبس على القدمين من جلد ونحوه المراد بالخفين ما يلبس على القدمين من جلد ونحوه وأما ما يلبس على القدمين من الصوف أو الخرق أو ما أشبه ذلك فيسمى الجوارب فإن كان الذي يلبس على القدم من الجلد سمي خفين وان كان الذي يلبس على القدم من القطن او الصوف او القماش فانه يسمى جوربين والمسع على الخفين مما دلت عليه الادله الشرعيه فدل على جواز المسع على الخفين بل على مشروعيته كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين اما القران فقال الله تعالى في ايه الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان قوله عز وجل وارجلكم الى الكعبين فيها قراءتان سبعيتان القراءه الاولى الموجوده في المصاحف وأرجلكم إلى الكعبين. عطفاً على قوله اغسلوا وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. والقراءة الثانية وأرجلكم إلى الكعبين بالجر عطفاً على قوله امسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وعلى هذا تتنزل القراءتان على حالتين فان كانت القدم مكشوفه فالافضل هو غسلها بل الواجب غسلها وان كانت القدم مستوره بخف او جورب فالافضل ان يمسح لا ان يخلع فيغسل فيراعي الانسان حال القدم فان كانت القدم مستوره مسح وان كانت القدم مكشوفه غسل واما السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها متواتره في جواز المسح على الخفين فاحاديث المسح, فأحاديث المسح على الخفين من الاحاديث المتواتره ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض ومسح خفَّين ومسح خفَّين وهذه بعضٌ وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفَّين شيء فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على جواز المسح على الخفَّين ولم يخالف في ذلك اعني في جواز المسح الا اهل البدع والضلال ولهذا ذكر العلماء في كتب العقيده ذكروا ان من معتقد اهل السنه والجماعه انهم يرون المسح على الخفين والمسح على الخفين جائز بل مشروع بشروط اربعه الشرط الاول ان يلبسهما على طهاره ان يكون لبسهما على طهاره ولا بد ان تكون هذه الطهاره طهاره ماء لا طهاره مسح او تيمم والدليل على اشتراط ان يكون قد لبسهما على طهاره ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال عليه الصلاه والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما فدل قوله عليه الصلاه والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين على ان من شرط جواز المسح على الخفين ان يكون قد لبسهما على طهاره ولا بد ان تكون هذه الطهاره طهاره ماء لا طهاره مسح او تيمم مثال طهاره المسح لو ان شخصا توضا لصلاه الفجر ولبس خفيه ثم احدث في الضحى وعند دخول وقت صلاه الظهر توضا ومسح على خفيه وبقي على طهارته ثم خلع الخفين ثم بعد ذلك اعادهما وهو على الطهاره ثم انتقض وضوءه فانه لا يجوز له ان يمسح مثلا لصلاه العصر والسبب في ذلك ان لبسهما كان على طهاره لكن على طهاره مسح لا على طهاره ماء ومثال طهاره التيمم لو ان رجلا كان في بريه وليس عنده ماء يتوضا به فتيمم وبعد ان تيمم احس ببروده فلبس الخفين ثم وصل الى البلد واراد ان يتوضا فانه لا يجوز له ان يمسح على الخفين ولو كان قد لبسهما على طهاره لان هذه الطهاره طهاره تيمم وليست طهاره ماء والتيمم لا مدخل له في طهاره القدمين وانما التيمم يكون في الوجه والكفين هذا هو الشرط الاول من شروط جواز المسح على الخفين الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون الخفان ان يكون الخفان طاهرين يعني طهاره الخفين فلا يجوز ان يمسح على خف نجس او خف متنجس والفرق بين الخف النجس والخف المتنجس ان الخف النجس ما كان اصله نجسا بحيث لا يطهر بحال كما لو لبس خفا من جلد كلب او جلد سبع او ما اشبه ذلك فهذا لا يطهر بحال واما الخف المتنجس فهو الخف الطاهر الذي اصابته نجاسه كما لو لبس الانسان الانسان خفا ثم وطئ نجاسه او وقعت عليه نجاسه ففي هذا الحال لا يجوز المسح على الخفين لا الخف النجس ولا الخف المتنجس وهذا اعني عدم جواز المسح على الخفين النجس والمتنجس فيما اذا اراد ان يستبيح بذلك الصلاه لان من شرط صحه الصلاه التخلي عن النجاسه واما اذا اراد ان يمسع على خف متنجس يستبيح به ما لا تشترط له طهاره القدم كما لو اراد ان يقرا القران او كما لو اراد ان يقرا القران من المصحف فلا حرج عليه ان يمسع على هذا الخف المتنجس لان مس المصحف لا تشترط له طهاره القدم. الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر لا في الحدث الاكبر ان يمسح عليهما في الحدث الاصغر والحدث الاصغر هو الذي يوجب الوضوء واما الحدث الاكبر وهو ما اوجب الغسل فانه لا يجوز ان يمسح على الخفين وذلك لان الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح لا اصلي ولا بدلي في فيجب في الحدث الاكبر ان يغسل جميع البدن اللهم الا اذا كان هناك ضروره لان يضع جبيره او ما اشبه ذلك فحينئذ يمسح عليها والدليل على عدم جواز المسح على الخفين في الحدث الاكبر حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فقوله إلا من جنابة يعني ننزع الخفاف ولكن من غائط وبول ونوم يعني لا ننزع الخفاف اذا يشترط لجواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في الطهاره الصغرى وهي التي توجب الوضوء لا في الطهاره الكبرى التي توجب الغسل لانه ليس هناك شيء ممسوح لا اصلي ولا بدلي في الطهاره الكبرى وهي طهاره الغسل. الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في المده المحدده والمقرره شرعا وهي يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليها للمسافر ان يمسح عليهما في المده المحدده والمقرره شرعا وهي يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليها للمسافر والاعتبار بالمسح واما اعتقاد بعض العامه انه يمسح خمسه اوقات فقط فهذا الاعتقاد ليس له اصل لا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام اهل العلم بل يمكن للانسان المقيم ان يمسح ثلاثه ايام واضرب لذلك مثالا رجل استيقظ لصلاه الفجر يوم الجمعه الساعه الخامسه صباحا فتوضا ولبس خفيه وبقي على طهارته بقي على طهارته الى ان صلى العشاء ثم نام مسح اليوم الاول بقي اليوم الاول طاهرا ثم في اليوم الثاني يوم السبت استيقظ لصلاه الفجر عند الساعه الخامسه وتوضا ومسح على الخفين حينئذ تبتدئ مده المسح ثم انه بقي على طهارته الى ان صلى صلاه العشاء ثم نام ثم استيقظ لصلاه الفجر يوم الاحد الساعه الخامسه الا عشر دقائق يعني بقي على مده المسح عشر دقائق فتوضأ ومسح على الخفين وبقي على طهارته يوم الأحد إلى أن صلى صلاة العشاء فانظر هذا الرجل وهو مقيم لبس الخف فجر الجمعة وبقي عليه يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد فكون بعض العامة يعتقد أن الخف أن المس على الخفين يكون خمسة أوقات فقط هذا ليس له اصل لا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام اهل العلم. هذه الشروط المتعلقه بالمسح على الخفين. وهنا مسائل تتعلق بالمسح على الخفين وغيرهما. المساله الاولى متى تبتدئ مده المسح؟ هل هي من الحدث او من المسح مطلقا ولو عن غير حدث او من المسح بعد الحدث الجواب العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المساله فمنهم من قال ان ابتداء المده يكون من الحدث ومنهم من قال انه يكون من المسح ولو تجديدا يعني لو مسح عن غير حدث ومنهم من قال ان المده تبتدئ من المسح بعد الحدث وهذا القول ارجح الاقوال ان ابتداء المده يكون من المسح بعد الحدث فلو فرض ان رجلا توضا لصلاه الفجر ولبس خفيه ثم وقت الضحى وهو على طهاره اراد ان يجدد الوضوء فمسح فهذا المسح لا اعتبار له في ابتداء المده وذلك لان هذا المسح لا ليس شرطا لي صحه الصلاه هذا الوضوء من اصله ليس شرطا لصحه الصلاه لكن لو قدر انه احدث بعد وضوءه هذا ثم اراد ان يتوضا لصلاه الظهر ومسح فابتداء المده يكون من حين مسح بعد ان احدث المساله الثانيه من المسائل المتعلقه بالمسح على الخفين اذا مسح على الخفين ثم خلعهما وهو على طهارة فهل تنتقض طهارته بذلك أو أن طهارته باقية المثال إنسان مثلا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ثم أحدث ضحا فلما دخل وقت صلاة الظهر أراد أن يتوضأ فتوضأ ومسح على الخفين وبقي على طهارته ثم خلع الخفين فهل تنتقض طهارته بذلك او لا تنتقض؟ الجواب انها لا تنتقض وذلك لان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تزول عنه او لا يزول عنه وصف الطهاره الا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل شرعي على انتقاض الطهاره بخلع الممسوح. وقياس من قاس ذلك على مسح الرأس والقياس أيضا على مسح الرأس فلو فرض أن شخصا توضأ ومسح على رأسه ثم بعد أن توضأ حلق رأسه فإن طهارته لا تزال باقية مع زوال الممسوح المسألة الرابعة من المسائل المتعلقه بالمسح على الخفين لو لو انقضت المده المحدده شرعا وهي يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليها للمسافر والانسان على طهاره فهل تنتقض طهارته بانقضاء المده او لا تنتقض؟ الجواب انها لا تنتقض بل طهارته باقيه لما تقدم من ان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تزول او لا يزول عنه وصف الطهاره الا بمقتضى دليل شرعي. المساله الخامسه من المسائل المتعلقه بالمسح على الخفين لو لبس خفين معا يعني انسان لبس جوربين او شرابين فمسح عليهما ثم خلع الاعلى فانه يمسح على الاسفل بقيه المده فلو قدر انه توضى ولبس خفين يعني لبس في كل قدم خفين ثم خلع احداهما سواء خلعه قبل المسح ام خلعه بعد المسح فانه يمسح الخف الاسفل لكن ان كان قد خلعه بعد المسح يمسحه بقيه المده وان كان خلعه قبل المسح يمسحه يوم يمسح عليه يوما وليله اذا اذا لبس الانسان خفين فهو مخير ان شاء مسح على الاعلى وان شاء مسح على الاسفل كذلك ايضا على القول الراجح لو انه مسح على الخف الاعلى ثم اراد ان يلبس خفا فوقه فله ان يلبس وله ان يمسح على الخف الاعلى لان الخفين حينئذ يكون حكمهما كالخف الواحد الذي له ظهاره وله بطانه المساله الخامسه من المسائل المتعلقه بالمسح على الخفين هل يجوز المسح على العمامه الجواب نعم يجوز للانسان ان يمسح على العمامه لان ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط في العمامه التي يمسح عليها لا يشترط على القول الراجح ان تكون محنكه او ذات ذؤابه كما اشترطه بعض العلماء فان بعض العلماء قال انه يجوز المسح على العمامه بشرط ان تكون محنكه والمحنكه هي التي تدار اسفل الحنك او ذات ذؤابه يعني لها ذؤابه فليس ذلك شرطا فما دام انها عمامه فانه يجوز المسح عليها كذلك ايضا يجوز المسح على خمر النساء فالخمار الذي تلبسه المراه يجوز لها ان تمسح عليه ولو لم يكن هذا الخمار مدار تحت الحلق فما دام أن هذه المرأة لابسة للخمار على رأسها فإنه يجوز لها أن تمسح عليه ولو لم يكن مُدارًا تحت حلوقهن يعني تحت حلوق النساء فكلاً من العمامة وخمر النساء يجوز المسح عليها من غير قيدٍ أو شرط المسألة السادسة من المسائل المتعلقه بالمسح على الخفين هل يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه ان يكون سالما من الخروق او الشقوق او انه يجوز المسح على الخف ولو كان فيه خروق او شقوق الجواب انه يجوز المسح على الخف ولو كان فيه شيء من الخروق أو شيء من الشقوق وذلك لأنه ما دام يسمى خفاً فإنه يجوز المسح عليه بل يجوز المسح على الخف ولو كان يصف البشرة لأنه ما دام أن القدم تنتفع بهذا الخف في التدفئة وفي الاستعمال فإنه يجوز المسح عليه وليس هناك دليل على اشتراط عدم وجود خرق أو شق او كون الخف مما يستر البشره لكن لا يجوز المسح على الخف اذا كان لا يستر الكعبين فالخف الذي يجوز المسح عليه هو الذي يكون ساترا للكعبين فما نزل عن الكعبين لا يجوز المسح عليه لان هذا لا يسمى اعني ما دون الكعب لا يسمى خفاً لا لغة ولا شرعاً بقي مساله تتعلق بطهاره المسح وهي ان الانسان اذا كان على بعض اعضاء طهارته جروح او قروح فما الواجب في تطهيرها الجواب اذا كان على الانسان او على اعضاء طهارته جروح او قروح فالواجب غسلها إذا لم تتضرر بالغسل وهذه المرتبة الأولى الغسل فإن كان العضو يتضرر بالغسل فإنه يمسح عليه بدلاً من غسله فإن كان يتضرر بالمسح فإنه يضع على هذا الجرح أو القرح القروح يضع عليها حائلاً ويمسح عليها مسحاً غير مباشر فإن كان يتضرر بالمسح غير المباشر أيضا فإنه حينئذ يتيمم اذا مراتب تطهير العضو أربع المرتبه الاولى ان يغسله غسلا بالماء وذلك فيما اذا كان هذا العضو لا يتضرر بغسله والمرتبه الثانيه ان كان يتضرر هذا العضو الذي فيه جروح او قروح اذا كان يتضرر بالغسل فانه حينئذ يمسح عليه مسحا مباشرا بيده ويجب ان يستوعب المسح جميع العضو المرتبه الثالثه اذا كان هذا العضو يتضرر بالمسح المباشر فانه يمسح عليه مسحا غير مباشر بان يضع خرقه او آه شاشا او ما اشبه ذلك مما يوضع من الحوائل ويمسح عليه المرتبه الرابعه اذا قدر انه يتضرر حتى بالمسح غير المباشر فحينئذ يتيمم عنه المساله ايضا هنا مساله تتعلق بالمسح على الجبيره الانسان اذا كان على اعضاء طهارته جبيره فانه يمسح عليها ولكن يجب ان يكون المسح مستوعبا لجميع الجبيره وليس كالمسح على الخفين يمسح ظاهر الخف بل الواجب ان يمسح جميع الجبيره لان المسح هنا يقوم مقام الغسل والانسان اذا اراد ان يغسل العضو فانه يعمم العضو بالغسل فكذلك ايضا يجب ان يعمم العضو بالمسح اما صفه المسح على الخفين فصفة ذلك أن يبل الإنسان يديه ويمسح على الخف يعني يمسح على ظاهر الخف والأفضل أن يمسح عليهما وتكون يده مفرجتي الأصابع لأجل أن يم... لأجل أن يستوعب المسح أكثر القدم فالمسح في الخفين إنما يكون على ظاهر الخف واما باطن الخف فانه لا يمسح قال أم قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف بالنسبه للعمامه وخمر النساء يكون المسح بالنسبه للعمامه على اكوارها يعني يمسح ظاهرها واكوارها ولا يجب ان يعمم المسح على جميع العمامه كذلك ايضا بالنسبه لخمر النساء تمسح المراه ان امكن على جميع الخمار والا ان كان الخمار له اكوار فانها تمسح على اكوار هذا الخمار مساله ايضا مهمه وهي اذا اراد الانسان أن يمسح على الخفين فهل يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا أو يمسحهما معا إذا أراد أن يمسح على الخفين فهل يبدأ باليمنى ويمسحها ثم يبدأ باليسرى ويمسحها أو أن المسح عليهما يكون في آن واحد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال انه يبدا بمسح اليمنى اولا ثم اليسرى ثانيا وذلك لان المسح بدل عن الغسل وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغسل قدميه بدا باليمنى ثم اليسرى والبدل له حكم المبدل منه وقد قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله والقول الثاني واليه ذهب بعض اهل العلم انه يمسحهما معا قالوا قياسا على مسح الراس فان الانسان اذا اراد ان يمسح راسه مسحه جميعا لا انه يمسح الشق الايمن ثم الشق الايسر فعلى هذا يمسحهما جميعا والامر في ذلك واسع فمن مسحهما معا فقد اصاب ومن بدأ باليمنى قبل اليسرى فقد أصاب، هذا ما يتعلق بالمس على الخفين او بالمسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، واما الشق الثاني من هذا الموضوع فهو الجمع بين الصلاتين، والجمع في اللغة بمعنى الضم، واما شرعا فالجمع بين الصلاتين هو ضم احداهما الى الاخرى لتفعل في وقت الاخرى ضم احدى الصلاتين الى الاخرى لتفعل في وقت احداهما فيضم العصر الى الظهر فيصليها في وقت الظهر وحينئذ يكون الجمع جمع تقديم او يضم الظهر الى العصر فيصليها في وقت العصر فيكون الجمع جمع تاخير وهكذا يقال بالنسبه لصلاتي المغرب والعشاء والجمع انما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهرين وبين العشاءين واما صلاه الفجر فانها لا تجمع لا الى ما قبلها ولا الى ما بعدها وذلك لان صلاه الفجر منفصله عما قبلها وعما بعدها بخلاف صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإن أوقاتها متصل بعضهم بعضها ببعض إذا خرج وقت صلاة دخل وقت الصلاة الأخرى قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لدلوك الشمس أي ميلها إلى جهة الغرب إلى غسق الليل يعني إلى منتصفه فدخل في ذلك وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء فمن حين ان يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر ومن حين ان يخرج وقت العصر يدخل وقت المغرب واذا خرج المغرب دخل وقت العشاء فاذا خرج وقت العشاء فليس هناك وقت لصلاه مفروضه ووقت العشاء الى منتصف الليل فما بين منتصف الليل الى طلوع الفجر ليس وقت لصلاه مفروضه وما بين صلاه الفجر الى صلاه الظهر ليس هناك وقت لصلاه مفروضه ومن حكمه الله عز وجل ورحمته بعباده ولاجل ان لا تنقطع صله الانسان بربه شرع الله عز وجل فيما بين منتصف الليل الى صلاه الفجر شرع قيام الليل لاجل ان يتصل الانسان بربه وشرع ما بين صلاه الفجر الى صلاه الظهر شرع صلاة الضحى لأجل أن يتصل لأجل أن يكون الإنسان متواصلا مع ربه عز وجل بتواصل العبادات. إذا الجمع إنما يكون بين الظهرين وبين العشاءين والجمع جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع ثلاث. أولا الجمع في السفر فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يجمع في السفر فقد كان عليه الصلاه والسلام اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر فصلاها في وقت العصر وكان اذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب هذا هو الموضع الاول من المواضع التي جاءت بها السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الصلاتين الموضع الثاني مما جاءت به السنه في الجمع بين الصلاتين الجمع في عرفه ومزدلفه فقد ثبت في الاحاديث الصحيحه ان الرسول عليه الصلاه والسلام جمع في يوم عرفه بين الظهر والعصر جمع تقديم كذلك ايضا جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفه جمع تاخير لانه لم يصل عليه الصلاه والسلام الا في وقت العشاء. الموضع الثالث من المواضع التي جاءت بها التي جاءت السنه فيها بجواز الجمع بل بمشروعيته اذا كان في ترك الجمع حرج ومشقه فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقه بحيث لو لم يجمع الانسان لكان عليه حرج ومشقة فحينئذ يكون الجمع مشروعا والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس راوي الحديث ماذا اراد يعني ما سبب جمعه وماذا اراد بذلك قال اراد ان لا يحرج امته فدل هذا الحديث على انه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقه فان الجمع يكون مشروعا فيدخل في ذلك اولا الجمع للمطر فاذا حصل مطر يتضرر الناس به او يشق عليهم الحضور الى المسجد فانهم حينئذ يجمعون سواء جمعوا بين الظهرين جمع تقديم او جمع تاخير او جمعوا بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تاخير كل ذلك جائز فاذا قدر انه ان الناس ارادوا ان يصلوا صلاه الظهر وحصل مطر يتاذى منه الناس وضابط المطر الذي يبيح الجمع هو ما يبل الثياب وتوجد معه مشقه فالمطر الذي من اجله تبتل الثياب ويوجد معه مشقه هذا مبيح للجمع فان شاءوا جمعوا جمع تقديم او اذا كان المطر قد نزل قبل وقت الظهر فانهم يجمعون جمع تاخير اذا كانوا يرجون توقف المطر في وقت صلاه العصر كذلك ايضا يجوز الجمع بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء سواء جمعوا جمع تقديم او جمع تاخير واشترط العلماء رحمهم الله لي الجمع شروطا يعني بعض العلماء اشترط للجمع شروطا منها اولا النيه بان ينوي الجمع ومنها الا يفصل بين المجموعتين يعني الموالاه بين المجموعتين بحيث لا يفصل بينهما الا بقدر وضوء خفيف والشرط الثالث ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الاولى وسلامه منها وافتتاح الثانيه وهذه الشروط ليست واعني بالشروط الشرطين الاولين ليس محل وفاق فالشرط الاول اشتراط النيه قالوا يشترط لجواز الجمع ان ينوي الجمع عند افتتاح الاولى فلو فرض مثلا ان رجلا اراد ان يصلي صلاه المغرب او جماعة أرادوا أن يصلوا صلاة المغرب فلما انقضت صلاة صلاة المغرب وإذا بالمطر ينزل وهم لم ينو الجمع فهل يجوز لهم أن يجمعوا أو لا يجوز لهم أن يجمعوا الجواب أما على أما عند أكثر العلماء ممن يشترط نية الجمع فلا يجوز الجمع قالوا لأنه يشترط أنه حينما يريد أن يكبر لصلاة المغرب أن ينوي أنه سيجمع معها صلاة العشاء والقول الثالث في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن نية الجمع ليست شرطا وأن العذر أو السبب المبيح للجمع إذا وجد ولو بعد الفراغ من الصلاة فإنه يجوز الجمع حينئذ فلو فرض مثلا أن الجماعه صلوا صلاه المغرب وبعد ان فرغوا من صلاه المغرب حصل مطر يبيح الجمع وارادوا ان يجمعوا فانه يجوز لهم فعل ذلك لان السبب موجود ولا دليل على اشتراط نيه الجمع وهذا القول كما تقدم روايه عن الامام احمد واختارها جمع من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيميه وكذلك تلميذه ابن القيم ومن المتاخرين ايضا شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وقد فعل ذلك هو بنفسه في مسجده فانه صلى بجماعه مسجده صلاه المغرب فلما خرج الى السوق وجد المطر قد نزل وانهمر فرجع الى المسجد ودخل وجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم الشرط الثاني مما اشترطه الفقهاء رحمهم الله في بصحة الجمع الموالاة بين المجموعتين قالوا بحيث لا يفرق بينهما الا بوضوء خفيف وهذا الشرط ايضا من الشروط المختلف فيها فبعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرى ان الجمع ان الجمع بين الصلاتين هو ضمهما في الوقت حتى لو كان بينهما زمن، فمثلا متى صلى العصر في وقت الظهر فقد جمع حتى لو كان بين المجموعتين زمن، لكن يقال في مثل هذا انه انه اذا طال الفصل وطال الزمن بين المجموعتين فإن الحكمة من الجمع حينئذ تنتفي، لأن الحكمة هي رفع الحرج والمشقة، لكن كون الفقهاء رحمهم الله يشددون في ذلك ويشترطون ألا يفصل بينهما الا بقدر وضوء خفيف هذا لا دليل عليه وعلى هذا لو كان بين المجموعتين زمن كعشر دقائق وربع ساعه ونصف ساعه فان ذلك لا يضر ان شاء الله فلو فرض ان شخصا مثلا في سفر واراد ان يجمع واراد ان يصلي الظهر ثم بدا له بعد ان صلى الظهر بربع ساعه ان يجمع معها العصر فله ان يفعل ذلك لان الجمع هو ضم الصلاتين لتفعل في وقت احداهما الشرط الثالث من شروط جواز الجمع ان يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الاولى وعند سلامه منها وعند افتتاح الثانية فلو فرض ان جماعة ارادوا ان يجمعوا بين المغرب والعشاء جمع تقديم مع انه مع انه ليس هناك مطر بل قالوا يمكن ان ينزل المطر او ان اهل الفلك وعلماء الهيئة والارصاد قالوا سوف ينزل مطر فهذا ليس مسوغا لا يكون مسوغا للجمع لان العذر والسبب المبيح للجمع ليس موجودا والامر المتوقع ليس واقعا فحتى لو قدر ان اهل الارصاد وعلماء الفلك قالوا انه سوف ينزل مطر فهذا توقع منهم والمتوقع ليس واقعا فعلى هذا لا يجوز الجمع الا اذا وجد المطر حقيقه وايضا الشرط الثاني ان يكون العذر موجودا عند سلامه منها فلو فرض ان المطر نزل بغزاره ولكن قبل ان يسلم من صلاه المغرب توقف المطر فحينئذ لا يجوز الجمع لان السبب الذي من اجله ارادوا الجمع فقد وليس موجودا لكن في مثل هذه الحال اذا قدر ان المطر كان غزيرا وان الاسواق قد يكون فيها وحل وفيها طين أو مستنقعات مائية يتضرر الناس بها فحينئذ يجوز الجمع لا لأجل المطر وإنما لأجل التأذي بهذا الوحل وهذا الطين وهذا الماء. والشرط الثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية فلو فرض أن أن العذر كان موجودا عند افتتاح الأولى وعند سلامه منها ولكنه قبل أن يشرع في الصلاه الثانيه زال العذر فحينئذ لا يكون لا, لا يجوز الجمع لان السبب المبيح للجمع قد زال لكن كما تقدم ان كان هناك سبب اخر يبيح الجمع كالطين والوحل و او ريح بارده شديده يتاذى الناس منها فحينئذ يجوز الجمع والإنسان الذي يُباح له الجمع هو مُخيَّر إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير فالمسافر والمريض وكل من له عذر يبيح الجمع هو بالخيار إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير فيفعل ما هو الأيسر له من تقديم أو تأخير ف... إن استويا يعني التقديم والتأخير فهل الأولى أن يجمع جمع تقديم أو الأولى أن يجمع جمع تأخير؟ الجواب لكل مزية فجمع التقديم فيه مزية المبادرة والمسارعة في فعل الخير وقد قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم و جمع التاخير فيه مزيه وهي انه الموافق والمطابق للقواعد الشرعيه جمع التاخير هو الموافق والمطابق للقواعد الشرعيه وبيان ذلك ان جمع التقديم يلزم منه ان يصلي الصلاه قبل دخول وقتها فالذي يريد ان يجمع مثلا بين الظهر والعصر من لازم ذلك ان يصلي العصر في وقت الظهر ومن المعلوم ان الصلاه بحسب القواعد لا تصح قبل الوقت ولو كان الانسان معذورا بجهل او نسيان او غير ذلك فالصلاه قبل الوقت لا تصح بحال وجمع التاخير غايته انه اخر الصلاه عن وقتها لعذر وفعل الصلاه بعد وقتها للعذر الشرعي صحيح ومقبول قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فلو فرض أن شخصا مثلا صلى صلاة الظهر قبل دخول الوقت جاهلا أو ناسيا فإن هذه الصلاة لا تصح ولا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب بل يجب عليه أن يعيد ولو فرض ان شخصا نام بعد الظهر ونام قبل صلاه الظهر ولم يستيقظ الا بعد دخول وقت العصر فصلى بعد الوقت فصلاته صحيحه لانه كان معذورا باخراج الصلاه عن وقتها بالنوم اذا الانسان الذي يباح له الجمع هو بالخيار ان شاء جمع جمع تقديم وان شاء جمع جمع تاخير فيفعل ما هو ارفق وما هو ايسر له فان استوي التقديم والتاخير فالتاخير افضل لانه هو المطابق والموافق للقواعد الشرعيه وان كان التقديم فيه مزيه وهو المسارعه والمبادره لان الانسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل إذن الجمع بين الصلاتين الضابط فيه كل عذر كل عذر يكون في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع حينئذ يكون مشروعا كالجمع للمسافر والجمع للمريض والجمع للمطر أو الجمع للريح الشديدة الباردة كذلك أيضا لو حصل غبار لو حصلت غبار واتربه بمعنى هبت رياح فيها غبار واتربه مما يتاذى منه الناس فحينئذ يجوز الجمع فاذا قال قائل لم يرد الجمع لاجل الغبار الذي ورد به الجمع للمطر ولم يرد الجمع لاجل الغبار فالجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينه قيل لابن عباس ماذا اراد؟ قال اراد ان لا يحرج امته فهذا الحديث يدل على انه متى وجد حرج ومشقه فان الجمع يكون جائزا بل مشروعا ولا ريب ان الناس يتاذون بالغبار كتاذيهم بالمطر بل اذا كان الشارعُ قد اباح الجمع لاجل المطر فالجمع للغبار الذي يتاذى منه الناس من باب اولى واحرى لان الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين فاذا قدر ان الشرع جاء بجواز الجمع للمطر وللريح الشديده البارده فلان يجوز الجمع لاجل الغبار والاتربه التي يتاذى الناس منها ولا سيما من به مرض الربو او نحوه هذا من باب اولى واحرى ولا يشترط ان يكون ما يباح له الجمع ان يكون موجودا بعينه بل القياس بل الشرع قواعد متى وجد ما ما يشهد لهذا الشيء فانه يكون معتبرا معتبرا من حيث الشرع فالشرع ليس الفاظا يتقيد بها بل الشرع الفاظ ومعاني وهذا من رحمه الله ومن حكمته في شرعه سواء كان ذلك في كتاب الله او فيما ينطق به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فالالفاظ الشرعيه ليست مجرد الفاظ هي هي الفاظ ومعاني بمعنى انه اذا نص الشارع على حكم لعله او سبب ثم وجد ما يشبه هذه العله او هذا السبب او كان احرى واولى فانه يكون ملحقا به من باب قياس الاولويه هذا ما تيسر الكلام عليه فيما يتعلق باحكام المسعى على الخفين واحكام الجمع بين الصلاتين وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا